قامت ثلة طيبة من أهالي العظمية وجبة إفطار لوجه الله تعالى، وهذا ديدا أهل العظمية يتسابقون للخير في دعم الفقراء والمحتاجين والمعوزين، والحمد لله إن شاء الله في ميزان حسناتهم وجزاهم الله خير الجزاء. احنا نعمل كأهالي منطقة العظمية من حساباتهم الخاصة بدون دعم من أحد، وكنا متآخين متحابين كشعب واحد، لا يفرقنا لا سنة ولا شيعة ولا تفرقنا، احنا أولاد هذا البلد. طبعا هذه من اجواء العظميه بكراج الماز، هاي الاجواء جميله دائما تكون بالعظميه، ودائما الشباب ما يقصرون، والحمد لله والشكر. هاي نشوف هاي العالم كلها دا تفطر وقايمين بالواجب، والحمد لله والشكر. هذه المبادره تبرع من الشباب، من سعد وابو يوسف ووليد، وهم دائما هذول الولد جماعه كراج الماز دائما يجمعون، وهذه يسوون يطلعون ثواب، مو بس برمضان، في كل مصائب احنا متوحدين، في كل فرح احنا متوحدين. والاهل تشوف الاجواء العظميه، الشرطه دا تاكل، الشباب اللي عنده والما عنده، والحمد لله والشكر على اللمه الحلوه. اتمنى هوايه ان تنشال هاي الغمه عن العراق، وتنشال غمه كورونا، ويصفى البلد، يصفى من الفساد، ويصفى من الدمار البيئي، ونعيش على الامور بحب وخير وسلام ان شاء الله. ايش نتمنى؟ نتمنى مثل ما انت تتمنى، مثل ما الاخ يتمنى، مثل ما كل عراقي يتمنى، انه يعيش هالبلد بخير وسلام. والله اكيد الحل التغيير الشامل، اكيد نتمنى تغيير، تغيير صحيح ووارد، على الاقل الشعب يتنفس يا اخي، يتنفس منه ويعيش حياته. العراقيين تعبوا كلش تعبوا من الضيم، تعبوا من القهر، من ازمه لازمه، من حرب الحرب، جريناها مذابح ومكاتل. بلكي ان شاء الله هاي السنه سنه خير وبوجود الطيبين ان شاء الله، وجزاك الله كل خير، بارك الله بك. اللي سوينا المبادره اللي هو ابوي سواها، ماكو يعني مناسبه او فشي لوجه الله تعالى للفقراء، وهاي مو اول مبادره نسويها، نسوي بالاربعينيه ونسوي مود النبي ونسوي كل مره يعني نساعد الفقراء، وهاي وما نحكي، بس اكو عالم طلعت حكت غير حكي وهاي، بس احنا احب اقول لكم احنا ما عندنا اي مصلحه تجاه هذا الشيء ابد. مستقبلا الخير والبركه، وان شاء الله يعم السلام على العراق. احنا اهالي العظميه القدماء نمثل منطقه العظميه بالكامل. انا ولادتي وسكني عظميه، ولادتي عظميه، من الستينات انا هنا بالعظميه، من السبعينات انا عاصرت العظمية، وزمن البكر الله يرحمه، وزمن الحكومات المتسابقة قبلها وقبلها، كنا عصر السبعينات عصر الذهبي. هسه عاصرنا هاي السنين 2000 و2001 والتسعينات، هاي كلها شوية صارت أزمة الخليج، وراها صارت منها السقوط، فظلينا احنا كعراقيين متمسكين متوحدين شعب واحد، ولا يغرنا مفرق بيناتنا من الأطياف الخمسة، كرد ومسيح وطائفة وسنة وشيعة، كلنا أخوان متحابين متآلفين. طبعاً من أهالي العظمية أكو ناس طيبة ترحب بالخير للمنطقة، وناس متفضل عليها وميسر حالها، تساعد الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإضافة فطرات
فطرة توزيع حصة تموينية إلى هذه الفقراء. نعم متوحدين متماسكين كليتنا احنا، ما يبغى غيرنا مفرق، وظلين على وحدة العراق وشعبه وأرضه ومياهه. أتمنى العراق مزدهر خير وبركة وترجع لمستقبل الحياة مثل قبل السبعينات، نعيش بعيشة رفاه وسعادة ومرتاح البلد، كل شيء ما عندنا. من المهم امشي الخبزة الناس تعيش مثل قبل، ترجع الخبزة تاكل الناس براحتها وراتب مالنا مكفي. مبادرة احنا هاي العظمية، شباب العظمية، العراقيين ايد وحدة واهل واحد ان شاء الله، وماكو شيء يفرقنا. بعيدا بعيدا بعد تام عن الاحزاب الطائفية وعن اي شيء، هاي المبادرة من جيلنا الخاص، يعني ماكو دعم من اي احد. يعني مثلا عندنا احنا بمولود النبي الأربعينية مال الامام الحسين، هاي مال رمضان، يعني هواي هواي شغلات هواي. والله اتمنى المستقبل العراقي المستقبل التام ان شاء الله، مستقبل الزاهر، والعالم تعيش بامان، وهاي الغمه ماي كورونا تروح من عندنا.